هافانا. عشرة آلاف وتسعمائة كيلومتر من بيروت، 140 كيلومترا من أمريكا الحصار، 0 كيلومتر من أرض الثورة، أرض جيفارا وكاسترو. الزمان، 7 أيلول 2013، 54 عاما بعد الثورة، 51 عاما بعد الحصار، 15 عاما بعد اعتقال الكوبيين الخمسة، 3 أيام قبل خطاب المبادرة. هنا كانت اللحظة صفرا. قبل التعريف عن أنفسنا، صور كانت سباقة لتعبر عن هوية محطة اجتازت المحيطات حاملة قضايا الإنسان كما هو. خلال ساعات أنجزنا بيتنا التلفزيوني في كوبا، تحولنا إلى جزء من المكان، تبادلنا الحيوية ودخلنا في الاستعداد ليوم المهرجان. رقم 4 في الساعة 10 صباحا، والوقت في كوبا له احترام. بدأ المهرجان بحضور النائب الأول لرئيس مجلسي الدولة والوزراء ميغيل دياس كانيل، ورئيس المؤسسة الكوبية للراديو والتلفزيون دانيلو سيريو لوبيز، ورئيس المهرجان عمر أولا سابال، وقادة نقابيين ورسميين ومجموعة من الإعلاميين، إضافة إلى 300 مشارك من مخرجين ومنتجين وأخصائيين في المرئي والمسموع، إضافة إلى 43 محطة إذاعية وتلفزيونية من القارات الخمس. أعضاء المجالس الإدارية للراديو والتلفزيون يجتمع عدد من الشخصيات البارزة من العالم هذا الأسبوع بمناسبة انعقاد المهرجان العالمي للراديو والتلفزيون والمعرض التجاري الدولي كوبا 2013. خصص هذا اللقاء لبحث تطوير الراديو والتلفزيون على المجتمع، خاصة تلك التي تعمل للصالح العام، وتلك مسألة ستكون السبب في لقاءات بين مراقبين ومبدعين وتقنيين في إطار ورش عمل ومحاضرات ونقاشات حول مختلف القضايا في واقع عالم الراديو والتلفزيون. العامل الأبرز الذي يميز هذا اللقاء هو الرؤية التكاملية بين أساليب العمل المختلفة، باعتبار أنه يجري بمشاركة منتجين ومخرجين من القارات الخمس، الأمر الذي يسمح بتكوين فكرة معاصرة عن عمل المرئي والمسموع. كوبا ومن خلال تواجدها الواسع لديها راديو وتلفزيون مختلفين بعيدا عن الطابع التجاري المحض وعن الصناعة، صناعة الهيمنة الثقافية، فهي تسير في طريق تعزيز دور التلفزيونات والإذاعات العامة، حيث لا يكون المشاهد مجرد مستهلك بل عنصرا ذو كفاءة نقدية فاعلة أمام الرسائل التي تعرض أمامه. ينعقد هذا البرنامج في ظل مناخ دولي معقد، حيث تتعرض حياة الجنس البشري لخطر كبير، وحيث يزداد توسع الدور المهيمن للوسائل الإعلامية التي تعمل في خدمة الإمبراطورية، فتشوه صورة وسمعة الشعوب والحكومات التي اتخذت قرارها بتعزيز هويتها وثقافتها وحريتها. من هنا تبرز أهمية النضال من أجل تمكين وسائلنا الإعلامية للقيام بمهامها الاجتماعية، لا سيما الحفاظ على الهويات الوطنية لشعوبنا والتقاليد الثقافية وتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية، باعتبارها مهمة ملحة من أجل قيام مجتمع أكثر عدلا وتضامنا
والتزاما بالإنسان وبوقته. هي أن نساهم من خلال وسائلنا الإعلامية في تحقيق العالم الأفضل الذي نريد ونؤمن بأن تحقيقه هو أمر ممكن. أمامنا تحدي رئيس، وهو كيفية استيعاب التقنيات الحديثة دون التخلي عن الجوهر الثقافي والحضاري لأوطاننا، ودون أن يتحول الإنجاز التكنولوجي إلى فشل عقائدي. إن وسائل الإعلام المرئي والمسموع في كوبا تعمل بموازنات مالية تقدمها الحكومة بعيداً عن الربح المادي، وتعاني من قلة الموارد اللازمة للإنتاجات الضخمة، ومع ذلك فهي قادرة على تأمين إنتاج بمضمون يخدم الصالح العام ويثير اهتمام الدولة والشعب كجزء من عملية التأهيل الاجتماعي. إن أفضل من عبر عن مضمون إنتاج وسائلنا بما يتوافق مع مصالح البلاد هم المخرجون الكوبيون، باعتبارهم عناصر فاعلة تأهلت على يد المجتمع الذي يعملون من أجله ويتفاعلون معه. إن هؤلاء المبدعين، وإلى جانبهم الفنانين والمتخصصين بالراديو والتلفزيون، يشكلون قلعتنا الأساسية في هذا المجال. إن هذا المهرجان الدولي للراديو والتلفزيون كوبا 2013 يمكنه أن يشكل مساحة عامة للنقاش والتأمل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، آخذاً بالاعتبار مسؤولية الجميع، انطلاقاً من رؤى مختلفة في بناء نموذج لوسائل الإعلام يدافع عن ثقافتنا في وجه الثقافة المزيفة والابتزال والتفاهة والنفس الاستهلاكي، ويربي ويؤهل مجتمعاً يكون هدفه الرئيس هو الإنسان. نود أن نرحب بجميع الذين وضعوا ثقتهم بدعوة اللجنة التنظيمية فتجاوزوا كل العراقيل من كل نوع ليكونوا معنا في هذا المهرجان. أيضاً أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصياً لأسباب خارج عن إرادتهم وقد بعثوا برسائل تشجيع وتضامن. يتحضر شعبنا في هذه الأيام لإطلاق ندائه بقوة من أجل عودة مواطنين المعتقلين ظلماً منذ 15 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية. إن زوارنا الأفاضل الآتين من الخارج سوف يشاهدوا شعباً موحداً بكامله يعبر ويدافع عن قراره بمواصلة النضال من أجل عودة الأبطال الكوبيين الخمسة. نحن ندعوكم أيضاً لنحيي معاً هذا اليوم ولتتشاركوا معنا في النداء العالمي من أجل حريتهم. كل النجاح للنقاشات والمساهمات التي سيقدمها لنا مهرجان كوبا 2013. شكراً جزيلاً. لم يكن لأحد منا أن يعرف ما كان يوشك أن يحدث بعد 10 دقائق من هذه اللحظات. كما قال نائب الأول لرئيس الجمهورية، هناك أصدقاء لم يتمكنوا من الحضور معنا اليوم، هناك أصدقاء اضطروا للبقاء في مواقعهم النضالية والعملية أمام التهديد الحربي في منطقة الشرق الأوسط. ومن بين هؤلاء الأصدقاء هناك شقيق للثورة الكوبية، الأستاذ غسان بن شدو، رئيس مجلس إدارة القناة العربية الفضائية الميادين. الأستاذ بن شدو تلطف فأرسل كلمته عبر الفيديو، بإمكانكم استخدام آلة الصوت للاستماع لترجمة كلمته إلى اللغة الإسبانية. السلام عليكم وكل الاحترام أيها السادة الأعزاء. من قناة الميادين هنا في قلب الوطني العربي الكبير، من قلب لبنان الشامخ ومقاومته الثورية الصامدة، من نسيم فلسطين المحتلة وروح القدس العظيمة لكل الأحرار والإنسانية،
كل التحية والسلام إليكم في مهرجانكم الأعلامي هذا في كوبا التاريخ والحضارة والثورة. منذ أشهر وأنا أنتظر هذه اللحظة الجميلة لأتشرف بالمشاركة في هذه التظاهرة بينكم في العاصمة هافانا. لكن للأسف التطورات الدراماتيكية المرتقبة قهرتنا ومنعتنا من السفر. السبب ببساطة هو التهديد الأمريكي بالعدوان على سوريا والحرب على شعبها وتدمير عمرانها بحجج مكررة، تماما كما فعلت في أكثر من بلد عربي وفي العالم. الأكثر مرارة أيضا هو للأسف هذا السقوط الأخلاقي والمهني لإعلام غربي أمريكي وأوروبي لا يكتفي بالكذب والتضليل، لكنه أصبح أداة تحريض على الحرب. مهرجانكم الكريم هذا يحمل هدفا نبيلا عنوانه خدمة الصالح العام. ما أجمله من شعار وما أبلغه من هدف. أنتم مع الصالح العام والسلام، هم مع البؤس العام والحرب. أنتم مع إعلام يخدم الصالح العام والفقراء والبؤساء والمثقفين والأدباء والأطفال والمرأة، ويدافع عن الأرض والكرامة والاستقلال وحب الحياة العزيزة الكريمة بشرف. هم يستغلون ويروجون لإعلام يخدم الاستغلال العام والفساد والبرجوازية اللاوطنية والاستعمار والاستعباد وحياة الذل والمهانة تحت عناوين مختلفة. نحن مع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فعلا، ونريد ونسعى ونعمل حقيقة من أجل تفاعل الثقافات والحضارات وتمازج التاريخ. وليست لنا مشكلة مع أي شعب، لكن ما يشهده عالمنا الآن هو بالفعل عودة بل استمرار لسياسات قديمة متجددة تريد أن تفرض الهيمنة على كل شيء وباسم كل شيء. هنا يزداد دور الإعلام أهمية وتأثيرا في خدمة الصالح العام والحق والإنسان. نحن مع أمريكا اللاتينية وأفريقيا الحرية والنضال، ومع آسيا التاريخ والبناء والعبقرية، لقادرون على إنجاز الكثير للبشرية بالتعاون وبالتفاعل والنضال المشترك. الإعلام هو رافعة وقوة جبارة لإنجاز هذا الهدف وهذه الرسالة. لم يعد الإعلام مجرد نقل للخبر ولا مادة للبروباغندا الإيديولوجية المنغلقة. الإعلام أصبح سلطة عالمية فعلية وقوة تأثير هائلة لو نحسن استخدامها بحرفية ومهنية ومهارة وذكاء. لذا فإن قناة الميادين، ورغم أنها قناة فتية وشابة وتعمل وسط محيط شرس هائج من أصحاب الأموال الطائلة والاحتكار الرهيب والتشويه الممنهج، رغم هذا فقناة الميادين باتت قناة بالفعل قناة ميادين وساحات النضال والثورة والمقاومة، وهي قناة نطمح أن تكون قناة الجماهير الشعبية. لذا فإنني أقدم لكم قناة الميادين هذه بكل تواضع وبصدق لتكون في خدمتكم، وأدعوكم أيضا للتفكير في هذا الوقت لتكوين شبكة إعلامية دولية مشتركة منكم ومنا، شبكة تقوم على التعاون والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، لنكون وحدة نضال ودفاع إعلامي مشترك في هذا العالم. فريق قناة الميادين بالمناسبة هو بينكم الآن، هم بينكم في خدمتكم لتعريفكم بالميادين الفتية. كل الشكر للسيد دانييليو سيريو لوبيز رئيس المؤسسة الكوبية للراديو والتلفزيون في كوبا على هذه الدعوة الكريمة، ونتمنى لمؤسستكم المناظرة كل النجاح والتفوق. شكرا للسيد والأخ العزيز عمر أولاسابل رودريغيز نائب رئيس المؤسسة ورئيس اللجنة التنظيمية لهذا المهرجان. أما كلمة المختصرة الأخيرة فهي في الحقيقة البداية ذاتها. من هنا نحييك كوبا الثورة العظيمة، كوبا الزعيم الكبير والحبيب الأب الروحي فيدال كاسترو، كوبا وأمريكا اللاتينية تشي غيفارا الرمز الكبير والراحل العزيز أوغو تشافيز الشجاع. نحيي كوبا النضال والصمود، الحرية للمناضلين الكوبيين الخمسة الأسرى في سجون العدوان. قلوبنا معهم وميديننا إليهم وفي خدمة قضيتهم وتحريرهم وفي خدمة الإنسان أينما كان. السلام عليكم.
نتكلم لغة واحدة إذن. الشعب الكوبي شعب مسيس بشكل عام، وكان بحالة حيرة كتير كبيرة، بأنه معتبر أنه شعوب العالم عم تعتبر اللي عم بيصير هالحرب الإعلامية عليها مثل قدر لا يمكن مواجهته. لما بدأت الميادين بعملها وتحت الشعار المعروف الواقع كما هو، القيادة الكوبية كانت عم بتتابع شغل الميادين من بدايته، ورئيس مجلس إدارة كمان تربطوا علاقات معينة بين المنطقة اللاتينية، فكانوا متأملين وكانوا معتبرين أنه هيدي المحطة واعدة، وبالتالي رح تعطي رح تسجل فارق ما كبير بهالحرب الإعلامية المعمولة بمواجهة هيدي الحرب. وهذا اللي حصل لما أستاذ غسان بن جدو أعلن عن مبادرته بكلمة الافتتاح، واللي حقيقة خصصوه بأنه بالافتتاح كان في بس كلمتين، كلمة لنائب رئيس مجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا، والكلمة الثانية كانت للأستاذ غسان رغم أنه مش موجود، وكان في وفود أخرى وكانوا موجودين رؤساء وفودة، كانت الكلمة وكانت المبادرة. بسرعة صار في يعني الشعب الكوبي تفاعل بطريقة مباشرة مع هذه المبادرة، وكانت حديث الساعة. يعني تاني نهار على الشارع بالفعل العالم عم تقول انه من وين جيتوا، من وين طلعتوا انتوا بالميادين بهالمبادرة، لانه هذه المبادرة خلتنا نحس انه في مجال يتعزز جسر التواصل فيما بيننا نحن شعوب امريكا اللاتينية وشعوب العربية، واللي الحقيقة الحرب الاعلامية خلت فيه هو كتير كبيرة بين شعوب المنطقتين، باعتبار هن عندهم صحوة، عندهم حالة من الحكومات التقدمية، وفي حالة من النهضة، نهضة الكرامة الوطنية والآخره، في مواجهة سياسة الهيمنة اللي بتفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة اللي كانت تعتبرها الحديقة الخلفية لها، بينما كانوا عم بيشوفوا أن شعوبنا العربية واللي كانت عم تبدأ بعمليات تغيير، إلا أنه عم بتم إجهاض هذه العمليات، وعم بتم يعني الاستهتار بدماء الناس وبمصائرها وإلى آخره. فاعتبروا هيدي المبادرة هي ضوء جديد، يعني نور الطريق على الأقل، بيخدنا باتجاه أنه البحث عن الحقيقة وفرض الحقيقة، وأنه قوة الوسائل الإعلامية الكبرى العابرة للبلدان بقدراتها المالية ليست قدرا، وبالتالي حتى الشعوب الفقيرة قادرة بإرادتها وبعزمها على المواجهة أنه تقدر تواجه. وكانت المبادرة بهي الإطار بالذات انحطت، وهيك شايفها الشعب الكوبي. أتينا إلى كوبا حاملين أمانة ورسالة حب وسلام وفكر وانفتاح وتضامن وصوت حق ومقاومة من شعب عربي ذاق ظلم العدوان وقاوم، إلى شعب ثائر وصامد منذ أكثر من نصف قرن. كان لافتا اهتمام الناس بالميادين، وسرعان ما اكتشفنا السبب، رسالتنا كانت قد وصلت إليهم. قلنا رفض التمييز فشجعوا، قلنا لا للتدخل الخارجي فوافقوا، قلنا ثورة تضمن حق الشعوب ففهموا، قلنا واقع أفضل فأيدوا. momento se transmitió el mensaje del señor Hassan Ben Jedú. Cuando su país se encuentra alerta ante el peligro de la guerra que se avizora en la vecina Argentina. اكتشفناهم بمشاركة الميادين بالتحديد بهذا المهرجان اللي بيضم نوعا ما الأكثرية منه التلفزيونات الكوبية، وفي جزء منه من الأمريكا اللاتينية، وبعض القليل من البلاد العربية. اكتشفناه بأنه ممكن الإنجاز، الإنجاز مش الصغير كمان، الإنجاز جدا ضخم.
الشبكات عم بتتابع، كوبا الرسمية عم بتتابع الميادين من بدايتها، وكانت سجلت إعجابها بأداء الميادين بمختلف الأحداث اللي حصلت بالمنطقة العربية. لذلك كان إصرارهم من قبل ما يعرفوا بالمبادرة، يعني كانت المبادرة بعدها كانت مفاجأة للكل، يعني أنا بقول حتى لوفد الميادين اللي كان عم بيشارك كانت مفاجأة لإله. للحقيقة فإن لهذا المهرجان أهمية استثنائية خاصة في هذا الزمن، فقد تحول الإعلام اليوم من كونه السلطة الرابعة إلى السلطة الوحيدة، فهو يقود كل ما يجري اليوم على الساحة الدولية، وبالتالي هو مسؤول عن كل الدمار والمجازر والويلات الحاصلة في مختلف أنحاء العالم، لأنها سخرت نفسها لتسهيل الطريق أمام الإمبريالية لتنفيذ خططها ضد الشعوب المهددة. كل ذلك يدعونا لعقد مهرجان كهذا يجتمع في إطارها مختلف الشعوب المتضررة من سياسة الاستعمار والهيمنة والقطب الواحد. ندعو من خلال المهرجان لرفع مستوى التعاون فيما بين الجهات المشاركة، ولرص الصفوف لمواجهة الإعلام التجاري الذي يسوق للحرب والدمار والفساد والفوضى كحاجة ملحة، كما وصفها خطاب رئيس مجلس إدارة قناة الميادين في جلسة الافتتاح. حقيقة أعتبر أن خطاب رئيس مجلس إدارة قناتكم يمثلني، وأنا أتماهى معه. أعرف أن هذه الأفكار ليست وليدة الساعة، بل هي جزء من الورث الأخلاقي والتاريخي للشعوب العربية الذي يحمله هو، وبالطبع هذا يشرفني أيضا. لم تكن الميادين وحدها في أربقة قصر المؤتمرات في هافانا، لم تكن الميادين وحدها تتحدى حصار الدول الكبرى على كوبا. وجد الكثيرون هنا مساحة للاستعراض وإبداء الرأي. المهرجان لم يقتصر على الجانب النظري أو على المعرض الدولي فقط، بل تضمن توقيع اتفاقيات تعاون بين الجهات المشاركة في قاعات الاجتماعات، نقاشات وحوارات وجلسات تعارف وتنسيق. خصصت الميادين فيها محاضرتها لموضوع الاستراتيجيات الإعلامية الإسرائيلية للتعاطي مع القضية الفلسطينية. تناولت المحاضرة بشقها الأول نبذة عن تاريخ التعاطي الإعلامي من الجانب الإسرائيلي خلال فترة التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية، مروراً بفترة إقامة الدولة، وصولاً إلى العقدين الماضيين اللذين شهدا زخماً جديداً باتجاه تفعيل التنسيق الإعلامي بما يخدم مصلحة الروايات الإسرائيلية. أما الشق الثاني فتضمن سرداً لأبرز التكتيكات الإعلامية المستعملة من قبل الناطقين الرسميين وغير الرسميين الإسرائيليين، بما فيها الاستعمال الابتزازي للمحرقة اليهودية، التلاعب المقصود بسرد التاريخ، تحويل الانتباه وتجنب الموضوع، استغلال القيم والتكرار والتبسيط. اختتمت المحاضرة بعدد من التوصيات للجهات الإعلامية عن منهجية مجابهة الاستراتيجيات الإعلامية الإسرائيلية، وتلت المحاضرة نقاشات ومداخلات. بين فلسطين وكوبا، بين لبنان وكوبا، تشابه يتخطى حدود الصدف. هنا أيضاً يعرفون قداسة الأسر.
مساء الخير جميعا. مساء الخير رني. أود بداية أن أعرب عن فرحي واعتزازي بحضورك بيننا محررا عزيزا كريما ومنتصرا. بالنسبة لعائلتك ولعائلات رفاقك الأربعة وشعبك وجميع أصدقائك في العالم، لأنك رني تمثل بالنسبة لهم بصيص أمل وثمرة لنضالات كل من يسعى لتحقيق حريتكم. نحن في لبنان نعم نناضل من أجلكم ونناضل من أجل حريتكم وضد الحرب المحدقة بنا، ونتفاعل مع قضيتكم لأن لنا قضية مقدسة أيضا، هي وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والعرب المظلومين في السجون الإسرائيلية. لعل أكبر إنجاز وانتصار حققته الحركة التضامنية معكم من خلال لجنة التضامن اللبنانية لتحرير المعتقلين الكوبيين الخمسة، والتي بالحقيقة ليست لبنانية فقط بل هي لجنة أيضا فلسطينية وسورية وعراقية ومصرية، وهي لجنة لكل أصدقائكم العرب. استطعنا أن نحقق إنجازاً كبيراً، وهو انضمام مؤسسة إعلامية إلى المدافعين عن قضيتكم من عيار قناة الميادين الفضائية العربية، والتي على الرغم من عمرها الفتي استطاعت أن تصبح الناطقة الأولى باسم القضايا العادلة في العالم العربي والعالم أجمع، وهي أيضا تساهم معنا اليوم في كسر جدار الصمت المفروض على قضيتكم، وقد وصل بثها إلى جميع أنحاء العالم تقريبا. كنا نتساءل قبل قليل زملائي وأنا كيف تمكنتم أنتم الخمسة وأنتم تقبعون في سجون بعيدة، كيف تمكنتم من التفاعل والتضامن والتماهي مع قضية العرب وقضية معتقلين الفلسطينيين واللبنانيين العرب عموما القابعين ظلما في السجون الصهيونية، بدون أن يكون لكم أي اتصال مباشر معهم ولا معلومات عن ظروف اعتقالهم ولا عن معاناتهم؟ ما هي رسالتك يا أخي العزيز ريني لشعبنا العربي، لأمهاتنا، لشبابنا وشيوخنا، للأسرى العرب جميعا، ولو أنه ربما سيكون من الصعب إيصال رسالتك سريعا رسالتك سريعا إليهم، إلا أن عائلاتهم ستستمع إليك بكل اهتمام. شكرا. تجمعنا معهم القضية، هناك جلاد من جهة وضحية من جهة، وأنتم ونحن في الجهة الثانية، أنتم تحديدا رأي الشعب اللبناني. نحن نكن له أسمى آيات الاحترام والتقدير، لأننا نعرف تماما كل ما عاناه على مر السنين، وكل هذا يقربنا منكم. يكفي أن أقول لك إنني عام 2006 عندما كنت سجينا وأسمع أخبار لبنان من البعض كنت أشعر أنني لبناني الجنسية، وهذا كاف ليدفعني إلى قراءة التاريخ، حيث ارتكب الكثير الكثير من الظلم والإجرام ضدكم، ضد الشعب الفلسطيني طبعا. وهذا يجعلنا نتساءل كيف سمحت هذه الإنسانية بقيام هذا النموذج من الاستعمار الدموي في النصف الثاني من القرن العشرين. مع تلك النكبة التي جعلت الشر يعم الشرق الأوسط نشأت مصالح كثيرة ومتنوعة حول هذه الكارثة، فهجروا الشعب الفلسطيني ولا يزال يعيش في مخيمات. لا أستطيع التفكير كثيرا في مأساة غزة ولا مآسي جنوب لبنان خلال الاحتلال، كل ذلك يجعل هذا الشعور التضامني ينمو داخلنا مع أسرى هذه الشعوب المظلومة. هم في زنازينهم ونحن في سجوننا نتعاطف فيما بيننا، وكأننا ننتمي إلى المكان نفسه. أما كلمتي لكم ولك أنت يا شقيقتنا اللبنانية الجنسية لما تمثلينه لنا ولشعبك الذي قاوم كثيرا، هي أننا تعلمنا منكم الكثير، تعلمنا كيف نستطيع أن ننتصر على عدو له قدرات تفوق قدراتنا بكثير. هذا الجانب يجعل التزامنا معكم أكبر ويجعلنا أكثر توافقا.
أنتم حملتم راية العالم العربي كله ودافعتم عن كل الشعوب العربية من خلال مقاومتكم. رسالتي هي رسالة سلام وإعجاب وتقدير عميق، وأنا لن أنسى معاناة عائلات الأسرى العرب المعتقلين. هنا أيضا أمهات ينتظرن، سواء هو أم أنا، نعرف تماما أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة من أجل هذه القضية المهمة، وخير دليل على ذلك تظاهرة التضامن معنا في الوطن العربي الكبير، حيث الكثير من الأمهات اللواتي عانينا وتألمنا أكثر بكثير لأنهن لم يعطينا حتى فرصة النضال من أجل الإفراج عن أبنائهن الشهداء. لذلك عندما أنظر إلى صورة ابني وأقارن مع هذا العالم الذي أتيت أنت منه، أدرك أنني أم محظوظة لأنني أناضل من أجل عودة ابني إلى بيتنا، وسأحقق ذلك، سنحققه معا، هو وأنا، هو بكرامته ومقاومته، وأنا بإلحاحي بدعوة الجميع للتفكير في هذا الظلم الهائل. لذلك عندما يأتون إلي لإجراء مقابلة خاصة، هذه المقابلة التي تؤلمني بروحي لما تعانيه الأمهات العربيات ومن الأخبار التي تصلنا حول ما يقوم به هذا العدو المشترك بيننا وبينكم، يزداد ألمي ويزداد قلقي وجرحي عندما أراكم تتضامنون مع ولدي. هذا ما أريد أن أقوم به تجاهكم، وأن تحل العدالة الكونية، وأن لا يكون قدرنا نحن الأمهات أن نعاني من ممارسات حكومات إمبراطورية لقوى عظمى. لما طلعت هيدي المبادرة وخاصة من قلب الحدث العالمي، يعني بالنسبة لشعوب أمريكا اللاتينية وكل شعوب العالم تعرف أنه في المنطقة العربية اليوم في معركة الكون، يعني معركة الكرة الأرضية يدور رحها في المنطقة العربية، وبالتالي طلع هيدا الصوت ليقول تعوا نحن وياكم يعني من القارات الخمس تعوا نشتغل لحتى نوصل الحقيقة للناس، وبالتالي نحن إذا اتحدنا فينا نوصل الحقيقة للناس. بطبيعة الحال رسالتنا هي رسالة تضامن، رسالتنا هي رسالة سلام، رسالتنا هي رسالة التعايش باحترام متبادل بين مختلف الثقافات ومختلف الأديان. لقد ساهم العالم العربي بشكل كبير في الحضارة الإنسانية، ويجب أن يكون هذا العالم العربي موضع حب واحترام وقبول بين جميع الأمم. علينا أن نناضل بقوة ضد هذا التهديد المستمر للسلام، ومحاولات التشويه الخبيث لصورة العالم العربي لن نسمح بها، وسنواصل نضالنا ضدها بكل ما أوتينا من قوة. هنا أيضا مجتمعات تحتفي بالوفاء لشباب بذلوا حياتهم خدمة لقضية، خدمة لشعب كامل. المهرجان اختتم بتقديم جوائز للفائزين في المسابقة الخاصة بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. نصيب قناة الميادين كان مميزاً، فقد حازت على الجائزة الكبرى لأفضل عمل أجنبي عن وثائقي بركسات. Gran premio a la mejor obra extranjera. Baraksat, director Fadi Nesereddin, documental del canal Al Mayadin. الكل مستعد له.
وكله بحثر على الحقيقة وحفاظا على حق شعوبنا بتقرير المصير، حق شعوبنا بالمحافظة على تراثها، على تقاليدها، على تاريخها، على جذورها. نحن شعوب إلنا هويات، يعني وسائل الإعلام الكبرى عم تمحي لنا هويتنا، عم تفرض علينا ثقافات غريبة حتى عنا مفروضة مش من باب الاطلاع. وبالتالي شافوا بهالشبكة شبكة جسور تتواصل من خلالها الشعوب، يعني تستنير بمعلومات بعضها، بحقائق بعضها، بدون اللجوء للوسائل الإعلامية الكبرى يلي شغلتها إنه تضللنا وتوصلنا الحقيقة مغلوطة، وتستعمل يعني تستعمل هيدي الحقيقة ضد شعوبنا، يعني تستعملها حين تريد وتخفيها حين تريد. لم تنسى اللجنة التنظيمية ولا إدارة المهرجان مبادرة رئيس مجلس إدارة قناة الميادين التي أطلقها في الافتتاح، لا بل إن الكلمة وكما اتضح لنا وللجميع استحوذت على كثير من الاجتماعات والنقاشات الجانبية، فجاءت كلمة اختتام المهرجان لترد على المبادرة بحماس وجدية. البيان الختامي لمهرجان الراديو والتلفزيون كوبا 2013. في عالم يتخبط بين الحرب والسلم، بين المحرقة وحب البقاء، بين الهيمنة الثقافية والإعلامية المفروضة من الأقوياء وحق الشعوب المشروع بالحفاظ على هويتها ونشر واقعها ومعرفة الحقيقة، لقد شكل مهرجان الراديو والتلفزيون كوبا 2013 للمشاركين القادمين من القارات الخمس مساحة للتبادل بعمق شاسع حول دور وتأثير الراديو والتلفزيون كخيار إعلامي دفاعا عن العراقة والكرامة وحرية الأوطان. وقد أعرب المشاركون في الشق النظري للمهرجان النظري عن رفضهم المطلق للتهديد بالعدوان على الشعب السوري والمغلف بتضليل إعلامي مشبوه على يد الشركات الإعلامية الكبرى العابرة للبلدان. وكذلك فقد شاركنا بفعالية في الجلسات المخصصة لقضية أشقائنا المعتقلين في السجون الأمريكية، وأعلنا انضمامنا الدائم للصرخة المدوية عالميا والتي تطالب بالإفراج عنهم. لذلك وتحديدا ومن أجل مواجهة عمليات التضليل الممنهجة ضد شعوبنا نحن نرحب، نحن المشاركون في هذا المهرجان، بالمبادرة التكاملية والجامعة التي اقترحتها القناة العربية الفضائية الميادين لتأسيس شبكة عالمية للقنوات والتلفزيونات المدافعة عن الإنسانية. لذلك وبعد تأمين الأطر المناسبة للشبكة سوف يعلن قريبا عن تشكيل هيئتها التأسيسية. وقد تلقينا كذلك طلبات من دول عدة للانضمام والانتساب إلى هذه الهيئة. ونحن نختتم اليوم مهرجان كوبا 2013. بدأنا منذ الآن بالتحضير لعقد المؤتمر الأول للراديو والتلفزيون في شهر تشرين الأول من العام المقبل. لذلك ندعوكم جميعا للقائنا في مدينة هافانا في هذا الموعد من العام 2014. اللجنة التنظيمية لمهرجان الراديو والتلفزيون هافانا 2013. شكرا باسم وفد الميادين لكل الاهتمام بنا خلال أيام المهرجان. نحن تمكننا من المشاركة بنجاح بفضلكم، ونؤكد لشعب الكوبي أننا وإياكم سنعمل ونقاوم ونستمر معا يدا واحدة عبر المحيطات، وبالتأكيد سننتصر. سأنهي أيضا المهرجان على الطريقة الكوبية المحببة في نهاية المهرجانات الجماهيرية بالقول: عاشت كوبا، عاش فيدل وراؤول، عاش لبنان، عاشت فلسطين.
لم تنسى كوبا تحميلنا ردها للعالم العربي وشعوبه، لم تنسى أن توصينا بأنفسنا وبوحدتنا وبمصالحنا. نطالب العرب بأن يتحدوا، فوحدة الشعوب العربية هي العامل الأساسي لتحقيق السلم العالمي في الوضع الراهن، ومسؤولية العالم العربي كبيرة جدا، لأنه باستطاعته أن يضمن السلام العالمي من خلال وحدته. وشكرا. رسالتي إلى شعوب الشرق الأوسط: أولاً، هي وحدة الموقف الذي يجمعنا تاريخياً، فكل منا على طريقته يواجه العدوان الإمبريالي، وخاصة الإمبريالية الأمريكية. بالنسبة للشرق الأوسط من خلال الصهيونية كأداة للعدوان على البلدان العربية، أنا على المستوى الشخصي أناشد الشعوب العربية أن تتبع المثل الذي قدمته هذه المقاومة التي سددت ضربة قاضية للصهيونية عام 2006. احترامي لمقاومة الشعب اللبناني، وآمل أن يمتد هذا المثال ليشمل كل الشعوب العربية. بالنسبة لي تبدو جلية إرادة الشعب بمواجهة ما سيأتي، هذا أمر أساسي، ومن بعده طبعا تأتي أهمية القوات المسلحة والمنظمات المؤهلة والمدربة بطريقة أو بأخرى للمواجهة العسكرية النظامية، أن يكونوا مستعدين أن لا يكونوا نياما. وأفضل طريقة لتفادي الحرب هي أن نستعد لها على أكمل وجه. نترك كوبا حاملين أملاً بصوت مشترك يحمل هموم الإنسان أينما كان.